أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. لقاؤنا دائما بيتجدد بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا أكيد في إطار دعم المترشح لرئاسة جنوب السودان لكرة القدم مولانا فيتر أشويل. خصصنا لكم هذه الحلقة والحديث عن إنجازاته ودعمه ووقوفه مع الشباب جنبا لجنب. الكثير من التساؤلات وكثير من الحديث، كل هذا وأكثر سنعرفه من خلال ضيوفي اللي منورني داخل الاستديو، الأستاذ إديوك. أهلا وسهلا بحضرتك الأستاذ من جلوك. من جلوك، اهلا وسهلا، اهلا بك، نورتوني بجد، سعيد انكم معايا الليله. حنتكلم اليوم في الحديث عن مولانا فيتر أشويل المترشح لرئاسه جنوب السودان لكره القدم، فعايزين ناخذ نبذه بسيطه عن المترشح وبحيث نعرف المشاهد عن مولانا فيتر أشويل وانجازاته على ارض الواقع ووقوفه مع الشباب. تفضل. تسلمي كثير أستاذة روزينا، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام الذين تابعونا هنا في مصر وفي أرض الوطن. إذا تكلمنا عن الأستاذ فيتر أشويل فياخذ معنا يعني زمن طويل جدا، فنحاول نختصر. أولا الأستاذ فيتر أشويل قديم مواليد 1974 بمدينة ملكال بجنوب السودان. جميل. خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة. جميل. وحاصل درجة الماجستير. إنجازات الأستاذ كثيرة جدا. هو معروف دائما، هو صباغ للخير وداعم لكثير من الأسر حتى يعني. بإذن الله هو رجل أعمال ورياضي. أسس مستوصف كتور طبي بجوبا. وأسس مدارس كامبريدج. أيوه العالمية بجنوب السودان. في جنوب السودان. بإذن الله في مجال الرياضة أدار إدارة نادي سيمبا بجوبا. جميل. والنادي اطلع برا. جميل. ثم نادي الامارات. اوكي. اديني انجازات الممكن. صراحه زي ما انا قلت لك استاذ جواك انه مولانا فيتر دائما صباغ للخير وداعم لاسر كثيره جدا ولحياه كثيره جدا على ارض الواقع في ارض الوطن في جنوب السودان. حنادي نسال الاستاذ تيكوات، ما هو دور اللجنة الانتخابية مكتب القاهرة، دوركم كلجنة؟ جميل جدا. قبل ما أتطرق أو أجاوب على السؤال، أنا عايز أضيف نقطتين مهمتين. اتفضل. بالنسبة للإنجازات بتاع المرشح. ايوه. وده جزء بسيط من الإنجازات حقه، فبنلاحظ إنه في فترة رئاسته لنادي سيمبا. ايوه. وبالنسبة لنادي أطلع برا، في نادي سيمبا بالتحديد النادي قدر يصعد، يعني النادي كان في فتره بتاعت التدهور وكان محدد. أيوة. انه يرجع ينزل للدرجه الثالثه، لكن قدر. أيوة. قدر ينقص النادي ده في فتره حقه بالتحديد، وقدر يساعد عدد من اللعيبه. أيوة. انهم يطلعوا للفرق الكبيره. أيوة. أيوة. او في الدرجه الاولى في جنوب السودان. اللعيبه محتاجين لتاهيل ولتدريب عشان ينافسونا خارج او داخل الوطن. بالضبط كده. وبرضه ملاحظه مهم شديد انه في فتره حقه زي ما ذكرت قبل شويه انه هو سباق في الخدمه والاعمال الخيريه، في فتره كان مهتم انه الطلاب او اللعيبه. أيوة. يهتموا بالاكاديميات حقهم. جميل. بالتعليم حقهم، فكان قاعد يدفع رسوم يعني النادي، كان قاعد يدفع النادي يمارسوا الرياضه وفي نفس الوقت يواصلوا التعليم. يواصلوا التعليم. جميل. بالضبط كده، لانه مستقبل اي شخص لازم يكون متعلم ولازم يحصل على درجات. لا، هذا يدل على حب الوطن وحب مساعده الاخرين، ده حاجه عظيمه. بالضبط كده. بالنسبه للجامعات وبرضه الناس اللي لسه في الثانويات او دون ما وصل مستوى الجامعي، بالنسبه لنادي اطلع برا، نادي اطلع برا قدر يعني قدر يمارس الشفافيه
وقدر يعرفوا ممتلكات حقه اللي كان موجود. حتى كان نادي اطلع برا كان مشارك هنا داخل مصر قبل فتره تقريبا. نادي اطلع برا شارك لكن دوا في فتره ما بعد. ايوه دوا بعد فتره حقه. ما بعد لانه رجع ثاني يهتم في مجال الاستثمار. بالنسبه للدور بتاع الحمله هنا وانا شايف ده حاجه مهمه لانه في تساؤلات كثير. ايوه انه الحمله قاعد تعمل شنو في القاهره زي ما ناس حتى ناس كثيره برضه انا بتسال لي استاذ بيتر هو متواجد في جوبا فما دوركم انتوا عايزين تعملوا الحلقه خارج الوطن او حنستفيد احنا شنو فعايزين احنا نعرف المشاهد انه هو حيستفيد شنو يعني. بالضبط كده. فبالنسبه للغانا ده اكيد يعني ما حيوصل الاذاعه اللي هيتم حاليا ما حيختصر داخل القاهره ولكن حيصل لأماكن أبعد. أيوة. من كل الدول. بالنسبة للدور بتاع الحملة داخل القاهرة لأنه زي ما ذكرنا أنه في تساؤلات كثير في الموضوع ده. أيوة. الحملة هنا المرشح من ضمن المحاور بتاع الحملة بتاع البرنامج الانتخابي حقه. أيوة. عايز يهتم بالأكاديميات. أيوة. فهو شاف في نماذج كويسة قامت برا وبرضه في المسار ده من داخل خارج الوطن وداخل الوطن داخل الوطن زي ما احنا بنشاهد انه في كثير من ابناء جنوب السودان مؤسسين اكاديميات داخل جمهوريه مصر العربيه. بالضبط كده. في اسماء كثيره. أيوة. موجوده. أيوة. فعشان كده انا ما هذكر اي اسم. أيوة. لانه أيوة. عددهم كبير هنا. أيوة. ناس معروفين اصلا ما في اسم يضغط مني. أيوة. انا هكتفي انه ما هذكر لكن الكيان الموجود فهو بقى متابع وشاف في البرنامج حقه انه عايز يهتم بالاكاديميات فقال الاكاديميات موجوده في الخارج. أيوة. بشكل جيد وحتى قاعد يمارسوا نشاطاتهم نسبه للبيئه المهيئه في الخارج طبعا. أيوة. امكانيات البنيه التحتيه. أيوة. فقال ابداوا العمل وانا مهتم انه انا استضيف حاجه وعايز استفيد من الخبرات بتاع الناس اللي قدروا يطبقوا الحاجه ده لانه جميل. اي شخص انت عايز تاخذ خطوه لازم تستفيد من الخبره الموجود. أيوة. ومن الخبره بعد كده تقدر تضعه في البرنامج حقك. بالنسبه. أيوة. للحمله هنا مختصر. أيوة. ان احنا بنهتم بالاكاديميات. جميل. بنزور الاكاديميات بنشوف التحديات والصعوبات اللي بيواجهوا شنو. أيوة. عشان نقدر برضه نضعه في البرنامج حقنا ونقدر نطبقه على ارض الواقع في الوطن. تحاولوا تساعدون وتدعمون برضه الرجوع. أيوة. وبنقدر ندعمهم حاليا احنا يعني في خطوه لانه زور الاكاديميات واحده تلو الاخرى. جميل. وبنقدم الدعم الموجود برضه بنقيم انشطه بيكون تحت رايه بتاع الحمله وبالاضافه لكده عايزين يتم تسجيلهم داخل الاتحاد في حاله اتحاد الفوز او كره القدم لجنوب السودان. بالضبط كده. يعني هم موجودين هنا بس ممكن اللعيبه يتم اختيارهم ويشاركوا في جنوب السودان بكل تاكيد. بالضبط كده. ده الحاجه اللي هيتم فهيسجلوا هيكون كتوصيه في حاله عدم الفوز واحنا لكن متاكدين ان احنا هنفوز نسبه باذن الله تعالى القبول بتشار لهم والرضا حقهم وحتى المعرفة حقهم السابقة للمرشح للمترشح مولانا بيتر شول. جميل جدا أستاذ دود. حنتكلم برضو عن اخترتم شعار نعم نستطيع معا لترويج حملتكم الانتخابية. حدثنا عن ذلك. فعلا شعار في ناس كتار ما قدروا يفهموا. أيوة. فهنا يعني بيسألون كثير عن القصد من شعار. نعم. بالضبط نستطيع معا. أنا عايز أوضح من أبري الغناء ده أنه قصدنا من الشعار ده أنه إحنا جميعنا إداريين مثلاً أو فنيين وإلى أمير يادين حتى. جميل. إحنا كلنا بنقدر نعمل الهاجة اللي بنقدر نعمله. أيوة. إحنا بنقدر نطبق أو ننفذ المشروع نستطيع معه لترويج وتأهيل بالضبط أو كلنا بنقدر ننفذ مشروع طموح للمرشح في ترشيل. جميل جدا. فالامل لا يعني ليس امل شخص او اثنين مثلا او ثلاثه انما يعني امل الكل وبنقدر ننجح مثلا بتكاتفنا كلنا بتناغمنا. ف ده الهدف من في حول من اتفاقكم حول رجل واحد او تضم رجل واحد. أيوة. لتنفيذ. أيوة. هذا المشروع الترشيح باذن الله تعالى. حنتكلم برضو عن ما علاقة أو في تساؤلات كثيرة بتقول ما علاقة المستشفيات بالكرة؟ بالضبط. طبعا الإعلام ده منبر يعني بيتهلنا إن احنا نقدر نوضح الحاجات اللي فيه لبس أو أيوة الغائبة عن نظر الآخرين أو نظرة المتسائلين. ففي تساؤلات إنه علاقة الكرة شنو بالمستشفيات؟ جميل. فإحنا لاحظنا ككرة، كرة طبعا بيقال عليه إنه يا بيقدر يجمع الشعب. ايوه ايوه. ولكن الجامع حقه ما بيكون مختصر بس في اللعب في الميدان وفي الترفح. جميل. والجانب ده. لكن الكوره عنده رساله برضه ساميه. أيوة. بتقدمه كاتحاد بتاع كره قدم والانديه اللي موجوده تمام في داخل الوطن بتدخل لها بعض من الايرادات الماليه.
جميل جدا. والإيرادات المالية الاتحاد متابع واللعيبة برضو متابعين. نحن كيف الوضع الصحي عندنا ضعيف، وممكن نقول حش يعني وصل لمرحلة ضعيفة جدا. أيوه. فبالنسبة للاتحاد رأى أنه بالجانب الصحي تجاه المواطن الجنوبي ولا بيخص اللعيبة فقط؟ الاثنين، الاثنين مع بعض. بالنسبة للعيبة حتى بشكل عام زي ما قالوا، الخدمات الخاصة اللي هو بالمستوى اللي ما قادر يلقاه المواطن، أيوه أيوه. عايزين برضه يوصل العام، يكون حاجة عامة، يكون برضه أسعار متوفرة ومتاحة للمواطن البسيط. جميل. فالاتحاد عايز يستثمر الاستثمارات حقه، والاستثمارات ده برضه بيساهم انه كيف الاتحاد يكون له ايرادات ماليه يقدر برضه يدعم جزء من النشاطات حقه، يمارس جزء من النشاطات، يدعم اللعيبه سواء لدخولهم المعسكرات او لمنافسات خارجيه او مشاركات داخل الوطن او الفرق داخل الوطن. اكيد بالضبط كده. فبالنسبه للاتحادات او الانديه بتكون كل نادي بيكون عنده استثمارات، فاحنا مركزين الجانب الصحي، لازم يكون لنا استثمارات موجوده، استثمارات بمستوى بجوده عاليه. جميل. وده بيرجع نتيجه للخبرات، يعني اي حاجه عايزين نطبق بيرجع للخبرات وحاجات تجريبيه تم تجربته وكانت ناجحه. جميل. فعايزين نهتم برضه بالجانب الصحي كاستثمار سامي بيقوم به. هنالك مستشفيات تم انشائها بالنسبه للمرشح عنده مستشفى خاص به، عنده مستوصف برضه، وصيدليات برضه تابع له وقدر يراقب، وده برضه له اهتمامه بالجانب الانساني. بكل تأكيد. كمستثمر استثمار حقي ما يكون مكتفي فقط في جزء في جانب معين، لكن انا كمستثمر لازم اراعي الجانب الانساني، اشوف المجتمع قاعد يعاني من شنو بالتحديد، واقدر اوفر لهم الحاجات اللي انا من امكانيات حقي ممكن اوفر لهم. بالنسبه للاتحاد والانديه قادرين بتكاتف يكون لهم استثمارات داخل المستشفيات، وبرضه هنا بيراعوا الجانب الانساني، يعني ما بيركزوا على الجانب الربحي بشكل اكبر، ولكن بيقدر يقدم الخدمات، وبرضه بيقدر يمول ذاته بذاته في الجانب الصحي بالتحديد. جميل جميل. بكل تأكيد زي ما قلنا مولانا فيتر دائما سباق للخير ودعم الشباب، له كثير من المنشآت والمؤسسات على أرض الوطن، وإن دل هذا قلنا بدل على أنه له روح حبه للوطن وحبه لأبناء وطنه. زي ما إحنا عارفين كل ما عملنا إنشاءات أو مؤسسات بيصب في معونة الدولة، بيستفيد منه المواطن البسيط، بيستفيد منه أبناء جنوب السودان. فإحنا بنقول له دائما ربنا يقدرك على فعل الخير والكثير من الدعم لأبناء جنوب السودان. حنتكلم برضو عن الكرة النسائية أو الكرة النسوية، ما دور المترشح أو دوركم كمترشحين في حين فوزكم، كيف ستدعمون الكرة النسائية؟ ولا الكرة النسائية بجنوب السودان يعني تعرضت ل معانا صور على الشاشه برضو للمترشح. ايوه تعرضت للتجاهل المستمر منذ تاسيس اتحاد كره القدم بجنوب السودان. جميل. ونعتقد انه ده جانب مهم جدا. اتحاد اقصد كره القدم النسائيه. جميل. ما بتقل عن كره او ليس اقل عن الكره كرة الرجال. استاذ سيدويل بس معانا مكالمة بعد اذنك وحنرجع اكيد نواصل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ اتفضل. معانا استاذ بيتر. نعم معك. اتفضل. في البداية طبعا احاول اشيد الزملاء الموجودين في القناة، أستاذ زين يوسف والزملاء بتاعتهم في الاستديو، وأستاذ كيكويت ومن جواك. إضافة للمرشح بتاعتنا جنوب السودان السيد المستشار بيتر أشفيل، نحن ندعم، نعم نستطيع معا بالنسبة للفوز الشخص المناسب في المكان المناسب. السيد المستشار له قدرة كبيرة جدا في إدارة وقيادة
العمل النقابي بالنسبه لتطوير كره القدم في جنوب السودان بشكل كبير. جميل. يعني كذا نحن قلنا كشباب الداعمين للحمله الانتخابيه ايوه وتعبيه بالنسبه للمرشح المناسب في المكان المناسب. جميل. خير المستشار بيتر راشيل. جميل. يعني كذا قلنا النهارده نشارك بمداخله تليفونيه لحضراتكم في الغناء. احنا سعيدين جدا بالمداخلة الجميلة ورايك بكل تأكيد أستاذ بيتر، بنشكر حضرتك جدا على المكالمة وبكل تأكيد تابعنا على التلفزيون، شكرا جزيلا. نرجع نكمل. جميل. معانا صور على الشاشة بكل تأكيد للمستشار بيتر أشويل. حنتكلم زي ما قلت لحضرتك عن الكرة النسائية النسوية وكيف دعمها. نعم. وتطويرها بكل تأكيد. نعم. فإحنا بنعتقد قد حان الأوان للاهتمام بكرة القدم النسائية في البلاد. جميل. فنولي اهتمام خاص هذا الجانب من الرياضة. نهتم بتطوير الإدارة المحترفة. جميل. لأن الإدارة هو أساس كل حاجة. بكل تأكيد. ففي حال مثلا طورنا إدارة واهتمينا بالجانب الفني أظن يحصل تقدم المشهود في كرة القدم النسائية في البلاد. بكل تأكيد. حنتكلم برضو عن دور المرأة في الاتحاد، هل حيكون في تمثيل مباشر للمرأة في الاتحاد؟ ده بالتأكيد طبعا المرأة هيكون لها تمثيل. جميل. في الجوانب الإدارية. جميل. بالنسبة للجوانب الفنية، حتى بالنسبة للعيبة زي ما ذكرنا قبل شوية. جميل. زي ما الزميل ذكر المرأة طبعا معروف المرأة يعني عندها دور كبير في المجتمع في كل الجوانب. بكل تأكيد. حتى في الرياضة يعني تعرض تحميش في جنوب السودان بالتحديد بصفة خاصة. وده برضو يعني ما برضو بيرجع الوضع بتاعنا اللي كان غايب. أيوة الوضع يعني ما كان في اهتمام انه المرأة ممكن تكون لها دور المرأة بس أنا الأوان. وبكل تأكيد دخول المرأة في كل المؤسسات وتمثيل المرأة تمثيل مباشر يعني. بالضبط كده. وهيكون بشكل منظم برضو حسب البرنامج الموضوع. جميل. لأنه طبعا يعني ما في بيت ممكن تقول انا مش نلعب كوره في الشارع، هذا هيكون حاجه صعب. ولكن كتنظيم او كفكره سيكون هناك اكاديميات وداخل المدارس. جميل. داخل المدارس هنهتم بكوره بتاعت النسويه، الكوره النسويه بالتحديد. هيكون لها دور في الاتحاد بصفه مباشره. بالضبط كده. فبالنسبه للمناشط اللي بيتم داخل المدارس فبيتم اتاحه فرصه ان احنا نكتشف المواهب الموجود، وبرضه بنشيد برضه بدور بتاع إحدى الأكاديميات الموجودات هنا النسائية. بدأوا. أيوة. يعني بيقى في حتى في مشاركة. أيوة. لبعض من السيدات من البنات. أيوة. حاليا الفرقة موجود بتاعت البنات جاي يلعب كرة قدم، وبرضه يعني اكتشفنا انه بيقدر يلعبوا كورة كجنوبيات قادرات انهم تلعب لنا كورة بشكل يعني جيد متفوق. يلا محتاجين لاهتمام، فالاهتمام ده عايزين نضعه حاليا في اعتبار بشكل كبير وبالتساوي. يعني لازم يكون في مساواة في إطار الفرص بالنسبة للبنات وبالنسبة للشباب على كل المستويات، في كل المستويات الموجودة داخل الدولة. حتى في الجيوش برضه النسائيين بقى عندهم. أيوة. دور وقادرات تلعب دور محارسات سواء كان بريا وبحريا. أيوة. وحتى جويا. أيوة. حاجة برضه بنعكس في كرة القدم. وزي ما بكل تأكيد زي ما احنا شحتنا في دول الخارج تمثيل دول كثيره. أيوة. أيوة. فاحنا ليش بيمنعنا داخل جنوب السودان؟ ما في حاجه بيمنعنا. عندنا الكوادر البشريه او الموارد البشريه اللي احنا قادرين بالموارد المتاحه البسيطه عندنا ان احنا كيف نقدر نوظف بشكل جيد. وده برضه بيجي على الاداره الرشيده. ايوه المراه بصفتها عندها روح عندها الثقه عند روح الامل انها توصل وتعمل الافضل بكل تاكيد اذا اتيحت لها الفرصه طبعا يعني. بكل تاكيد. وبرضه هيكون لنا في يوم رياضي هنقيمه بالتعاون مع اكاديميه جنوب السودان. وبرضه يعني كقناه لو قدرت تجي برضه تغطوا تاخذوا جزء من الابحاث وبرضه يتم نشره، وده هيكون حاجه واقعي. وده ما احنا بدأناه. بكل تاكيد. ولكن احنا مكملين من حسي. بالضبط. ده ما احنا بدأناه. أيوة. ولكن احنا هنكمل. أيوة. مع نفس المجموعه اللي بدأوا الحاجه، لانه طبعا
لازم يتم إبراز أي شخص لازم يتم إعطائه. ولا اليوم ده بيخص شنو يعني؟ اليوم يوم هيكون يوم رياضي مقام يعني احتفالا بالسنة الجديد، وبرضه تأكيدا إنه في أكاديميات موجودة هنا لازم يتم الترويج لهم عشان يحصل على الدعم اللي هم محتاجينه. ودائما في كل زيارات ده نأكد لهم إنه الدعم اللي جاي يجيكم ما هنقول إن الدعم جاي من دعم شخصي أو شخص بيتعاطف عليكم، لا ده حقكم أنتم كأبناء جنوب السودان، من حقكم تستفيدوا من داخل، حتى حول ماشي داخل جنوب السودان من حقك تستفيد تستثمر الحوالة. فده بيؤكد برضه إنه لازم نهتم بالفئات ديل اهتمام جيد، وهيكون في مباراة خاص بالكرة النسوية أو البنات، هتلعب لنا كرة وهتشوفوا الأداء حقهم كيف، وهذا ده محتاج للتطوير، محتاج لاهتمام كبير، بالإضافة للجهد المبذول حاليا من قبل المدرب أو الكابتن اللي جاي يحاول يدربهم. أيوة الشخص ده برضه محتاج إنه يتم دعمه ماديا ويضاف للدعم المعنوي. فحاجة ده اتخذنا الخطوة ومستمرين، وده خطوة بتاع خطوة المليون ميل هننفذه، وأكيد متأكدين هيكون لنا لقاء. أيوة. سواء كان كنا وين هنجي مخصوص السنة، احنا نجي تاني نعيد انه تم تأكيد البرنامج الحاجات كان موجود، وحتى الكرة النسوية بتاع جنوب السودان هتحظى بفرصة وبخطوة واعدة. وده أنا حاجات واحدة من النساء، بشكرك على الاهتمام الجميل ده يعني بالجانب النسائي. الله يخليك. كان برضو بكل تأكيد حنتكلم عن الأكاديميات والمدارس الكروية لتأسيس الناشئين أو لتطوير الناشئين، هل هتعملون على ذلك؟ لازم يكون في أكيد أكاديميات أو مدارس لتنشئة الناشئين. بتأكيد نهتم بجانب ده. والأكاديميات هم طبعا أساس لتطوير كرة القدم عندنا، فمتى ما اهتمينا بالأكاديميات والناشئين فبنكون ضمننا مستقبل لمنتخبنا الوطني. جميل. لو حابين نحن على مشارف الختام، لو في رسالة في دقيقة واحدة نوجهه لمحبي وداعمي أستاذ بيتر. الرسالة طبعا هيكون موجه بالتأكيد للاتحادات. جميل. 16 اتحاد. جميل. ديل اللي بيدورهم هيقوم بانتخاب المرشح بالنسبة للثلاثة أصوات الفنية، صوت التدريب والحكام، بالإضافة للكرة النسوية. جميل. بنوجه لهم رسالة وبنقول لهم كمرشح بنأكد إنه البرنامج هيتم تنفيذه، والتنفيذ حقه هيحتاج تكاتف. أيوة. زي ما الشعار بتاعنا جاي يقول نعم نستطيع معا، ما برانا لكن مع بعض كابناء جنوب السودان. جميل. الشارع الرياضي بالنسبة للمهتمين بالرياضة هيقدروا ننفذ البرنامج ده مع بعض. بكل تأكيد دعمكم. زي ما حضراتكم بتقولوا بكل تأكيد نتمنى لكم الفوز يكون من حليفكم بإذن الله. وإحنا بنوصل من هنا من قناة الصحة والجمال المصرية صوت شكر وتقدير للمستشار بيتر شول، بيتر أشويل، ونتمنى لك إن شاء الله كل توفيق، وبنشكرك على دعمك ووقوفك تجاه الشباب. كنت حضور جميل بكل تأكيد أستاذ إدواك ومنجواك وأستاذ تيكواج. شكرا لغاية هنا إحنا بكل تأكيد أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. استنونا الأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد. إلى اللقاء.